فرح محطتنا التالية رح نضبط فيها موجة الكلام على تردد الإذاعة وتحديداً إذاعة دمشق الحاضنة الثقافية العريقة لمختلف أشكال الفن الدراما والبرامج التي لامست قلوب المستمعين وعقولهم عبر الأجيال. ومن وحي ورشة العمل التي أقيمت برعاية وزارة الإعلام في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق التي حملت عنوان الدراما الإذاعية 70 عام من العطاء وحفل التكريم، أكيد بسنة نتحدث عن هالموضوع مع الكاتب الدرامي أحمد السيد. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. صباح الخير، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. بداية ألف مبروك التكريم دائما لإذاعة دمشق، وقع خاص لدى العقول وقلوب السوريين. خلينا نحكي عن مبارح، عن هالورشة، عن التكريم، كيف كانت الأجواء وشو عنت لك؟ الورشة هي كانت حلم بالنسبة لنا. نحن على مدار سنوات أنا أمضيتها في إذاعة دمشق حوالي 30 عام تقريبا، وكانت أيضا حلم للجيل المؤسس اللي كان قبلنا، اللي سلمنا المهمة وسلمنا المسار الصح. هالحلم ما هو من أجل اجتماع مجموعة من المسؤولين مع مجموعة من الفنيين والفنانين، الحلم كان من شان بث همومنا، لأنه وصلنا لمرحلة ملينا من الورقيات، أنه نرفع طلب للإدارة، نرفع طلب للوزارة، شوفوا مشكلتنا، شوفوا كذا، بدنا زيادة أجور، بدنا تحسين وضع، بدنا تحسين استوديو. الحقيقة الورشة كانت بجهود جبارة جدا بذلها رئيس دائرة التمثيليات الأستاذ باسل يوسف مع السيدة عبير جمعة مع مجموعة من المسؤولين في إذاعة دمشق، وبإشراف مباشر ودعم مباشر من السيد وزير الإعلام، أعطت بالنهاية ثمارها وعقدت اللجنة. هي كانت مفروض تعقد بأواخر سنة 2018، ما تحضرنا لشيء إحنا لأنه همومنا موجودة. مباشرة قسمنا لثلاث أقسام، كتاب وفنانين ونقاد، وطرحنا مشاكلنا بكل سلاسة وبساطة. في كل مجموعة طرحت مشاكلها، ولما التقينا بالطرح الأخير أو بالاجتماع الأخير كانت كلها همومنا متقاطعة مع بعضها. نعم. يعني دليل بأنه الهموم مشتركة. مشكوراً السيد وزير الإعلام استجاب مباشرة لكل مطالبنا دون استثناء على الإطلاق. نعم. وبدأت ثمار أو بدأنا نقطف ثمار الندوة أو الورشة. حلو. وبشرنا بأنه في الخير لقدام كتير. إن شاء الله بنتمنى دائما يكون الخير لقدام بكل المجالات، خاصة بمجال الإعلام. مثل ما تفضلت وحكيت أستاذ أحمد، اليوم كانت يمكن الهموم متقاطعة. خلينا نعرف منك أهم التوصيات وأهم ما تم تداوله خلال هذه الورشة. هلأ نحن طرحنا موضوع إنشاء محطة إذاعية اسمها راديو دراما، حلو، تبث الدراما الإذاعية فقط. في عنا مجموع ساعات ما يعادل 150,000 ساعة درامية موجودة في مكتبات الإذاعة. مشكلة الإذاعة إذا استمعتي إلى الحلقة لن تستمعي إليها مرة أخرى أبدا، لأنه الإنتاج حصري بوزارة الإعلام وبالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحصرا في إذاعة دمشق. فطالما الإنتاج هذا محصور في المكتبات فهو ميت. يعني حلقة إذاعية متكلفنا مثلا 300,000-400,000 على الأقل تقريبا، بعد ما يستمع إليها، بعد ما تبث على الهواء تنسى، راحت خلاص، صارت بالأرشيف. موضوع المحطة الدرامية الإذاعية أو راديو دراما هذا بعيد من البدايات كل شيء، كل الدراما الإذاعية اللي أنجزت أو أنتجت في إذاعة دمشق إلى مرحلة اللي موجودين فيها نحن هلأ، المرحلة الحالية هي. كان في من جملة الهموم والمشاكل اللي عانينا منها هي مشكلة الأجور. يعني أنا ككاتب درامي وكفنان ممثل في 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 الدراما الإذاعية أتقاضى قروش مقابل تقاضية في 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 دراما التلفزيونية. نعم. الموضوع هذا كان يأثر علينا كتير وكان يرهقنا تماما، بس عشقنا للمايك الإذاعي هو اللي خلانا نستمر ونعطي ونتابع بهالمعمعة الكبيرة هاي. نعم، يعني بفضلكم أنتوا خلينا نقول كأعلام
بالإذاعة، يمكن عم تستمر الإذاعة رغم الضغوطات، رغم العراقيل ورغم الظروف يلي عم بتحيط فيكن. يعني خلينا نقول يمكن شغفك، هلأ قلت كلمة كتير حلوة، عشقك للمايك هو اللي خلاك تستمر، ما الأجر يلي أنت عم بتتقاضى لقاء هذا. حتى بحب أقول لك شغلة كمان، حتى فنانين كبار عمالقة من إهرامات، من إهرامات الفن السوري، كممثلين وفنيين أحيانا بيعتذروا عن عمل تلفزيوني حتى ما يتعطروا عن تسجيل حلقة إذاعية، ومعروفين أستاذ رياض نحاس، أستاذ بسام لطفي، كثير من الفنانين الكبار أحيانا بيعتذروا أو بيحطوا شرط بيعقدهم. شو السر؟ عشقهم لا متناهي للمايك، العشق اللا متناهي. أنا كثير إجتني عروض للكتابة للتلفزيون، أنا عندي أعمال تلفزيونية معروفة، فقدموا لي عروض أنه تعال اشتغل بالتلفزيون. قلت لهم أنا إذا بدي اشتغل بالتلفزيون بدي أنسى الإذاعة، لا خليني مع عشقي الأول، هذا العشق ما بتخلى عنه على الأطلاق. يعني اليوم ظروف الحياة صعبة أستاذ أحمد، يمكن على الكل، سواء من ممثلين وكتاب وبكافة شرائح المجتمع، اليوم الظروف فعلا صعبة. واليوم عم بيكون في عم تخصصوا الدراما الإذاعية بكمية خلينا نقول مدللة عندكم، عم بتفضلوها فعلا على العمل التلفزيوني، فشو خصوصيات الدراما الإذاعية؟ شو سر هذا التعلق الكبير فيها؟ السر بأنك أنت يعني كأداء أو ككتابة، أنا ككاتب بدي وصل صورة وحس ومكان ومؤثرات بواسطة السمع، يعني بدي خلي الأذن تسمع وتشوف. تعب مضاعف. هي واحدة. كفنان ممثل، الممثل بده يستخدم حسه أكثر ما يستخدم لغته أو أكثر ما يستخدم حركاته. الشاشة فيني أنا من خلال حركة معينة أحيلك بشيء، يعني بعمل هيك إنه خلاص أنا مزعوج، بينما بدك تبين الإنزعاج من خلال المايك بطريقة مختلفة تماما. نعم. هذا بيطور الحس عند الممثل، لذلك يقال الممثل إذا لم يمر عبر مايك الإذاعة فهو خبرته ناقصة حتما على الأقل 50%. نعم. والكاتب أيضا نفس الشيء، الكاتب أنا بدي انتقل من مكان لمكان، بدي أوحي للمستمع بأنه في تغير المكان، بدي أوحي له بأنه تغير الحدث، بدي أوحي له بأنه الشخصية الموجودة قدامي هي شخصية مثلا غاضبة، شخصية عصبية، شخصية. نعم. أنا بالإذاعة ما فيني أقول والله يشيح بوجهه غاضبا، ما فيني أقول الحكي هذا، بدي أوضح له إياها. مستمع بده يعيش اللحظة. نعم، بدي أوضح ليها من خلال السماع. هيدا الاحتراف بيلعب دور فيها أستاذ أحمد. طبعاً. بده يكون الإنسان متمكن جداً لإيصال عبر الصوت ما شو عم بيحس مع موجة الإعلام والإعلاميين. خلينا نحكي شوي أنه مو بس حكيت أنه الممثل لازم يمرق عبر المايك أو وراء المايك ليكون ليقدر يعطي أكثر، أيضاً المذيع لازم يكون له تجربة إذاعية طبعاً لا يقدر كمان يوصل شيء. أنا بالنسبة للمذيعين دوماً وجهلهم لزملائنا المذيعين وجهلهم شغلة، أنه قبل ما تتعلموا أنكم تضبطوا شعركم على أمام الكاميرا وتضبطوا أموركم ولبسكم وجمالكم، تعلموا كيف تضبطوا حسكم الداخلي. صحيح. تركيب الحس على الجملة اللي عم تلفزوها. مراسلة حربية ما ممكن تحكي وهي عم تبتسم انه انا الان في معركه وهي عم تضحك، ما ممكن توجه جمله عن 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 ام شهيد. رجفة الصوت احيانا بتلعب دور. هذا الحس المطلوب، الاعلامي والفنان هو كتله احساس. نعم. اذا ما كان الاحساس هذا قادر لتوصيل المعلومه الصح فبصفة عبارة عن خبر إخباري صحفي فقط. تماماً. لهيك أستاذ أحمد مرق معنا ضمن أخبارنا اللي بدينا فيها نهارنا أنه اليوم عم يخترعوا روبوتات عم تأخذ دور المذيع، فنحن وقفنا شوي عند هي المعلومة أنه لا، التقديم والإذاعة هي كلياتها فعلاً روح لازم نحن نقدر نوصلها للمشاهد أو حتى المستمع، وحضرتك عبر مسيرة عمل فعلاً كتير طويلة وكتير مهمة، حابين نأخذ من حضرتك بعض أهم التوصيات للمذيع أو حتى أثناء تأدية العمل الدرامي. أنا للمذيع بقول له لا تهتم بشكلك الخارجي، اهتم بشكلك الداخلي، اهتم بإحساسك، دوما خلي إحساسك حاضر بكل حرف عم تقوله. النطق السليم والحس السليم والحضور السليم بيعطيك خبر سليم. نعم. بيصل تصل المعلومة للمتلقي بطريقة مذهلة.
إنما المكياج الخارجي والشكل الخارجي ما بيوصل شيء. هذا صحيح، هذا ما بيوصل شيء. عم تلامس نقاط كتير مهمة، يعني دائما نحن بنتعلم ومنضل نتعلم من يلي عندهم خبرة، وخاصة خبرة مو انه يوم ويومين، خبرة سنين. أستاذ أحمد، دائما الإنسان قبل الظهور لازم يكون عنده إحساس، لازم يكون عنده نطق سليم. في دورات كتير تقام هلأ، وخاصة للجيل الشباب يلي هلأ عم يتخرج من كلية الإعلام ومهيأ يصبح إعلامي. في مقومات معينة لازم يعني يكون هيك له يتبعه، معلش، فيكم تحطوها ضمن بنود أو توصيات ضمن ورشات هالعمل؟ خلينا نحكي عنها شوي. هذا بيرجع بقى شوفي، المدارس والمعاهد والكليات تخرج شهادة، تعطيك شهادة ولا تعطيك موهبة ولا تعطيك إحساس ولا تعطيك الجرعة على الوقوف أمام الكاميرا أو أمام المايك وأنت قادرة على تكوني قادرة على أنك توصلي معلومة صح للمستمع. المستمع بيستمع إليك، بس فرق أنا بما استمع لحضرتك وأنت عم تقريري جريدة، فرق بما استمع لحضرتك وأنا مشدود إليك وعم عم شوف ليش منفعلة، ليش متضايقة، ليش عم تعمل هيك. الحالة هاي بالذات هي اللي بتشد الإنسان. يعني بدك تكوني أنت في مكان المتلقي، بدك تكوني في مكان المتلقي بتلقي الخبر بإحساسك أنت. الحس هو أهم شيء بالنسبة للمذيع، المؤدي ولا متلقي. نرجع كمان أستاذ أحمد شوي للدراما الإذاعية اليوم، أدي فعلا كان إلى دور كتير كبير، إن كان من خلال هي السنوات الحرب اللي عم نعيشها، وإن كان يمكن تقدرت تتلافى أكتر بعد المشكلات اللي كانوا يعانوا منها المخرجين أثناء تأدية العمل التلفزيوني، المشكلات اللي فعلا هي كتير عانوا منها وحكوا فيها كتير، سواء من اللوكيشن مكان التصوير، سواء من حتى الأجور العالية. فكيف شفت الدراما الإذاعية اليوم؟ هلأ إذا بدنا نرجع لبدايات الأزمة، أنا بدي أقول لك شغلة، إنه الدراما الإذاعية كانت السباقة تماماً وبدون منازع إلى النزول إلى الشارع وبث هموم أو بهموم الناس اللي عانت من الحرب القذرة اللي تعرضت لها سوريا. طبعا انا كنت من الاوائل اللي كانوا في مقدمه الناس هذول. يعني انا كنت اروح اقعد بالحدائق واشوف المشردين، اشوف الناس المهجرين اللي عايشين هناك، اخذ قصصهم، اخذ معالمهم، اخذ حكاياتهم واحولها الى دراما اذاعيه. المرحله هي تحتاج من الاذاعيين، ان كانوا كتاب او كانوا مخرجين او كانوا معدين او كانوا، تحتاج الى توثيق. والحمد لله أنا كنت أول موثقين للحالات من خلال برنامجين، هن محكمة الضمير وحكايات من الوطن. ما وثق من خلال خيالي، لا. أنا أنزل على الشارع، إذا ما نزلتي على الشارع ما بتعرف الحقيقة. بعيد عن الناس تماما، يعني فرح دائما بس يحس الإنسان بالشخص اللي مقابله بينقل الصورة، وكأنه هيك هو. مبارح كان في تكريم، خلينا نقول، ويمكن دائما في شغلات كتير هيك بتكونوا معبئين منا. مبارح يمكن انت قلت انه استجيب لطلباتكم، قديش حسيت انه هيك بشي حلو، وخاصة في شي انت بتحبه هو العمل الإذاعي، وكتير من العالم كانوا ناطرين. انا احساسي كنت متهم واعلنت براءتي فورا، فقلت يحيى العدل بكل بساطة. الحقيقة السيد الوزير ما قصر. نعم، احنا عايشنا بايام ما كان مدير عام، وعايشنا لما كان وزير، لما صار وزير. نعم، الاستاذ عماد سارة من الرجال المتحمسين جدا للدراما، ومن المدافعين جدا عن حقوق الفنانين وحقوق الفنيين في الدراما الإذاعية، وتبني لموضوع مشاكلنا، تبني له المشاكل هي والطروحات اللي تمت. هذا الشيء اعطانا دافع قوي وحملنا مسؤولية أكثر من مضاعفة. نعم، حتى نتابع هالمسيرة هاي ونكون أكثر إخلاصاً وأكثر وفاءً لهالمايك المقدس اللي بنعتبره بيتنا الثاني. نعم أستاذ أحمد، حابين اليوم توجه رسالة أو كلمة لكل الممثلين، خلينا نقول يلي بعضهم فضل العمل من أجل الأجور العالية، وإن كان بعضهم الآخر فضل فعلا يوصل رسالة حقيقية بالإضافة لجانب العمل التلفزيوني، شو بتحب تحكي من خلال تجربتك ومن خلال الرسالة اللي كل إنسان وكل فنان حاملة بداخله؟ بدي أقول لكل زملائي، إن كانوا كتاب أو ممثلين أو فنيين،
احنا استلمنا رسالة كتير كتير مهمة، استلمنا مرحلة من مراحل استلمنا من مؤسسات بدايات كتير مهمة، استلمنا فن راقي، استلمنا دراما متألقة وطنيا وعربيا وحتى عالميا. بدي أقول لهم ابعدوا عن توافه الدراما، لا تندفعوا باتجاه المادة، دوما خلي بصمتكم واضحة، وحافظوا على التراث المهم جدا اللي ورثونا إياه جيل المؤسس، جيل اللي تعب وشقي وجاع وتشرد من أجل أنه يوصل لك الدراما هي بألقها وبهي اللي فيها. ما بتمنى هالدراما تراجع أبدا، وإن شاء الله ما بتراجع بجهود المسؤولين بجهود الفنانين، والحمد لله عندنا فنانين قادرين أنهم يحملوا هالمسؤولية هي، إن كانوا فنانين أو كانوا كتاب. أكيد أستاذ أحمد، نحن فعلا سعيدين كثير أنك نضيفنا لليوم، نتشكرك تلبية الدعوة لنا، بدنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وفعلا شكرا. نتمنى دائما نحن نستفيد من هي القامات بكافة المجالات اللي فعلا عم تقدروا توصلوا صوتكم ورسالتكم دائما. شكرا لوجودك. شكرا لحضرتكم. كل الشكر لك مرة تانية، مبروك التكريم، وأكيد منكم نستفيد.